استريح. اسمعوا يا شباب منيح وفهموني كويس. نحن هون بمنطقة حدودية ولها سبب، مو لازم تغفل عنا لحظة واحدة. الدوريات الراجلة والمتحركة لازم تطلع بانتظام وبوقتها بالضبط، وما بدي اسمع عن أي تقاعس أو أي تهاون. المهربين يا شباب صاحبين حيلة وقلبهم قوي، وإذا انزنقوا بيحطوا راسهم براسنا، ما بتفرق معهم منوب. مشان هيك لازم تلتزموا جانب الحيطة والحذر، ولا تتصرفوا أي تصرف قبل ما تعلموني فيه. ألو، احترامي يا سيدي. أهلا وسهلا بكم. نعم يا سيدي، نعم نعم نعم، عم بسمعكم سيدي. عفوا سيدي ما فهمت، تمثال شو؟ تمثال الملك أرمان؟ لا والله يا سيدي آسف، ما سمعت فيه. ما سمعت فيه، ما سمعت فيه يا سيدي. مين بيكون يعني؟ آسف يا سيدي، والله أنا بعرف جلالة الملك فهد وجلالة الملك. نعم؟ أيوة. عفوا سيدي، هذا من العصر الآرامي. هلا فهمت عليكم سيدي. شو الحكي؟ ومرته الملكة إرمية كمان؟ حاضر سيدي، حاضر. أمركم. أمرك أمرك سيدي. لا والله، لا والله. نعم نعم، رح نبذل أقصى جهد ورح أستنفر كل العناصر اللي عندي، وإن شاء الله بإذن الله من بيض وجهكم وبتاخذوا نتيجة. نعم يا سيدي، احترامي، الله معكم. أرمان. خير، شو في سيدي؟ في إخبارية وصلت للقيادة مفادها أنه تمثال الملك الآرامي أرمان وتمثال مرته إرمية رح يتهربوا لبرا من منطقتنا من هون. هالإخبارية أكيدة سيدي؟ يعني لو مو أكيدة ما كانوا اتصلوا فينا وطلبوا منا الاستنفار الكامل. بالظاهر هالتماثيل غالية، مو هيك سيدي؟ طبعا غالية، بالعكس هالتماثيل هي لا تقدر بثمن، وغير هيك هي ثروة وطنية تمثل حقبة مهمة من تاريخ بلدنا، ومو لازم أبدا نخسرها. ولهالشي الله يرضى عليكم بدي منكم تطلعوا دوريات بشكل دائم ومستمر ومنتظم، وتفتحوا عيونكم وأدنيكم منيح. يعني ما بدي النملة تعبر جبالنا، ما بدي الطير يجتاز سمانا. طيب مين بده يهربها لبرا؟ أكيد حرمية المتاحف والآثار يلي عم يحاولوا يطالعوها برات البلد، ونحن طبعاً لازم نحبط هالمحاولة بأي ثمن ومهما كانت الظروف. يلا شوف الله يرضى عليك، نظم لي دوريات منتظمة وحاولوا تغطوا أكبر مساحة من الأرض، خصوصي طرقات المهربين يلي صرتوا بتعرفوها منيح أنتو. نحن جاهزين سيدي. ولا تنساها الدوريات لازم تطلع على مدى 24 ساعة، ولازم تصبروا وتطولوا بالكم ولا تسمحوا للملل يعشش فيكم. سيدي ممكن سؤال؟ تفضل. سيدي ممكن التهريب تصير بالليل؟ والله هالشي علمه عند ربي، ممكن بالليل ممكن بالنهار ممكن، ولهالسبب بدي اياكم تستنفوا حالكم ليل نهار. ماشي الحال، الله معكم. تصير عفو. تفضل. اعطيني مساعد بيزن.